بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واكفنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اكفنا السوء نحن وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة ما ورد في الكتاب 66، كتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب. وفي بعض روايات البخاري باب فضل فاتحة الكتاب. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول إيه رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام: لو أردت أن أوقر في تفسير الفاتحة على 70 بعير لأوقرت. يعني يقول في تفسير الفاتحة ما يكتب يحمله 70 جمل، لا إيه لا كتب، لأن الفاتحة فيها مراد الله كله، فيها القرآن كله لمن أدرك ذلك. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني، قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان، قال حدثنا رواية أبي ذر الهروي، أخبرنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري المدني عن حفص ابن عاصم، عن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. اوعى تفتكر حفص عن عاصم بتاع القارئ، ده حفص عن عاصم في القراءة مش ابن عاصم، هنا حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. عن ابي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه. وذكر هذا الحديث قبل كده في أبواب الصلاة. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الكلام في الصلاة، فكان يصلي فالنبي دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه، بناء على أن النبي نهاهم أن يتكلموا في الصلاة. فلما انتهى من صلاته قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، يعني منعني أن أجيبك أني في الصلاة. قال في رواية: فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فدل على أن استجابة النبي في الصلاة لا تقطعها، وهذا خاص بالصحابة في حال حياة النبي، يبقى ده حكم خاص بالصحابة في حال حياة النبي، وينقطع بعد عهد الصحابة وبعد وفاة النبي. يعني لو النبي دعا أحد الصحابة وهو في الصلاة يجيب النبي، وبعد ما يجيب النبي يعود يبني على ما فات، لأنه لم يقطع صلاة. يعني إذا أجابه في الركعة الثانية، بعد ما يجيبه يرجع يكمل من الثانية،
ويرجع يكمل على ما فات، يعني كأن الصلاة لم تنقطع. أجابه في الركعة الرابعة يرجع يكمل في الرابعة. أجابه في أي جزء من يسموها إيه؟ يبني على ما فات، مش يستأنف. يستأنف يعني يبتدي صلاة من أول وجديد، معناه قطعها. لكن هنا يبني على ما فات، يجيب النبي ويبني على ما فات. لأن إجابة النبي لا تقطع الصلاة. ممكن تيجوا تملوا كده علشان إيه كده بتسدوا الباب وهنا فاضي. فلو ننظم يبقى أحسن، نيجي نقعد هنا أهو عشان ما نسدش الباب. ودل ايضا على وجوب اجابه النبي، وان اجابه النبي تكون على الفور. يعني في احكام كثيره وجوب اجابه النبي انها واجب، وانها على الفور ولو كان في الصلاه، وانه لو اجاب في الصلاه لا تقطع صلاته. كل دي احكام كان يتعبد الله بها الصحابه دون غيرهم من اي جيل اخر، لانها خاصه بحال حياه النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإجابة هنا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، يعني أطيعوا. يبقى الاستجابة هي الطاعة والامتثال للأمر، كل دي اسمها استجابة مع سرعة الإجابة. يبقى الإجابة لا تكون محمودة إلا إذا كانت على الفور، أما إن كانت على التراخي فتكون غير محمودة. يعني لما تبقى تصلي انت على الفور اول ما تسمع الصلاة وما عندكش مانع لتأخرها يبقى دي اجابة محمودة. انما تؤجل الصلاة لسبب غير ليس من الاعذار التي تبيح التأخير ثم تصلي بعد ذلك، تبقى صلاتك دي اقل حالا واقل شأنا من الاستجاب لاول وقت. لان الاستجابة المحمودة ان تكون على الفور لا على التراخي. ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ يعني أعظم سورة في القرآن من حيث الأجر ومن حيث المعنى ومن حيث الثواب، من جميع الحيثيات بقى، لأن النبي هنا علق ما قالش من أي حيثية، فتبقى تدخل فيها كل الحيثيات. كويس؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة من القرآن، في رواية أبي ذر والأصيلي في القرآن، أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هي السبع المثاني، المثاني لأنها تثنى يعني تكرر في كل ركعة في الصلاة. يبقى تثنى في كل ركعة يعني تكرر في كل ركعة، أو جاية من الثناء يعني من الحمد لله والثناء على الله. يبقى مثاني من الثناء أو من التثنية. إذا كانت من الثناء فهي من باب المدح، وإن كانت من التثنية يعني التكرار فهي تكرر أيضا في كل ركعة. قال: الحمد لله رب العالمين. وليه ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأنها عنوان السورة. الحمد لله رب العالمين عنوان السورة، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما دلش على السورة، لأن كل السور تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا لا يدل على أن البسملة ليس آية منها. لا يدل على أن البسملة ليست آية منها، ولكن يدل على انها عنوان السورة، عشان كده قالوا سورة الحمد. سورة الحمد لله رب العالمين، فكأنه هو يذكر له عنوان السورة. فلا يستدل بها مستدل على ان البسملة ليست آية منها. لماذا؟ لأن البسملة لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما دل عليها، لكون البسملة في بداية كل سورة. فهذا لا ليس دليل لمن قال أن البسملة ليست آية من الفاتحة كما ذهب المالكي ومن وافقهم. أما الشافعية وسائر قراء القرآن أن البسملة آية من الفاتحة معدودة من السبع آيات. وعشان كده المصحف المكتوب في إيدك اللي هو عندنا قراءة حفص
تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحه وحاطط لك واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، يعني معدوده. فهمت؟ باقي السور مش معدوده. ليست ايه من السور الاخرى، لكنها ايه استفتاحيه لباقي السور عدا سوره التوبه. يبقى هي ايه استفتاحيه في كل سوره عدا سوره التوبه. كويس؟ وهي ايه من الفاتحه. ده الراجح عند مذهب الشافعية الموافق لمذهب القراء جميعا. وكل في أول السورة بسملة، أي كده في الجزري في طيبة النشر، في الجزرية في طيبة النشر في علم القراءات يقول لك وكل، يعني كل القراء الذين أخذوا القرآن بالتواتر عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين في أول السورة بسملة. كويس؟ هي السبع المثاني والقرآن العظيم. يبقى الواو هنا عطف تفسير، يعني هي السبع المثاني وهي أيضا القرآن العظيم الذي أوتيته، لأن الفاتحة فيها مجمل ما ذكر في القرآن كله، كأن الله أجمل ما في القرآن كله في الفاتحة، ثم فصله بعد ذلك في سائر القرآن. وعن أبي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب، اللي هو وهب بن جرير الحافظ الأزدي، قال حدثنا هشام، هو هشام بن حسان، عن محمد اللي هو محمد بن سيرين، عن معبد أخوه معبد بن سيرين. يبقى محمد بن سيرين يروي عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا، يعني في سرية لم يعينها سيدنا أبي سعيد الخدري، يعني كانوا في سرية بعثهم النبي في سرية، فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، يعني نزلوا في حي من أحياء العرب في طريقهم في هذه السرية كما ورد في روايات أخرى بالتفصيل، نزلوا عند حي من العرب فاستضافوهم، طلبوا ضيافتهم لأن الضيافة كانت واجبة في هذا الوقت. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يسير في الصحراء لا يوجد محلات ولا يوجد أي أماكن أسواق يستطيع أنه يشتري منها حاجته، فيكون أول نزوله على أي قرية أو قبيلة يجب عليهم أن يضيفوه، يعني يأكلوه يطعموه يشربوه ثلاثة أيام واجبة عرفا كده. فهمت؟ وإلا هيموت. أنت دلوقتي طول ما أنت ماشي تلاقي مطاعم، تلاقي أماكن تعرف تشرب فيها، دلوقتي الدنيا عمرت فصارت الضيافة مستحبة الآن وليست واجبة. لكن أيام ما كان النبي وكانوا بيمشوا في الصحارى فكانت الضيافة واجبة لدرجة إن إيه؟ لو لم يعطوك إياها تقاتلهم عليها لأنك هتموت. هتموت. تصور انت ماشي عدة ايام في الصحراء وفقدت زادك وزوادك، فجأة نزلت على قبيلة والقبيلة اللي عايزة تسقيك ولا تأكلك ومفيش محلات تشتري، يعني معناها بيقتلوك. فهمت ازاي؟ فكان الضيافة في هذا الزمان واجبة، فطلبوا حقهم ضيفون، فايه طلع حي خبيث بخيل مردوشي، قالوا ما كلوش حاجة عندنا، ايه اللي جابكم هنا؟ يلا امشي مفيش حاجة عندنا. يبقى في بعض العرب كانوا خبثاء الطبع وكانوا بخلاء، فنزلوا عند هذا الحي فقالوا لهم كده، ففضلوا قاعدين أمرهم لله يعملوا إيه؟ وهم قاعدين جت جارية، بيقول لك هنا إيه؟ فجاءت جارية، جارية يعني بنت في سن الطفولة قبل الحيض، لأن البنت في السن ده طول النهار قاعدة تجري راحة جاية فسموها جارية، تجري على الجيران وتجري على البيت وتجري تجيب الطلبات فسموها جارية عشان كده. فجت لهم جارية فقالت إن سيد الحي سليم، يعني لدغ بعقرب. سليم هنا يعني إيه؟ يعني ملدوغ بعقرب، عقرب لدغته، ويقولوا عليه سليم من باب التفاؤل يعني. فاهم؟ يبقى سليم هنا اسم من باب التفاؤل. إحنا لحد دلوقتي لما الواحد فينا يبقى مريض شوية يقوم حد يسأل عليه يقول له أنا بعافية، مع ان العافيه عكس المرض، يبقى من باب التفاؤل. يبقى ايه؟ كان يقولوا الكلام ده من باب التفاؤل.
ربنا قرص لهم، بعت لهم عقربه قرصت سيد الحي عشان رفضوا يضيفوا الناس دول. يبقى هنا يدل على ان عدم القيام بالواجب له شؤم. لازم نعرف كده، لما ما تقومش بواجبك هتعيش في شؤم، ما يحصل لك شؤم ما، يعني نكد، يعني عدم القيام بالواجب يؤدي الى النكد والشؤم. فاما لما لم يقوموا بواجبهم نحو الضيوف، وهذا شيء معروف في كل جزيرة العرب ان ضيافة الضيف واجبة لمدة 3 ايام، فهم؟ قام ربنا بعت لهم عقربة لدغت لهم مين الرئيس الكبير بتاعها، فدوروا على اي علاج ليه مش عارفين، الراجل تعبان، قالوا اما نسأل الناس الغرباء دول يمكن في حد فيهم يعرف يعالجه. يعني ربنا احوجهم لهم. فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، وإن نفرنا غيب، غيب وغيب الاثنين قراءتان صحيحتان للبخاري. نفرنا غيب يعني رجالتنا بره خرجوا للرعي والتجارة، مفيش حد ينجد هذا الرجل ويعالجه. وإن نفرنا غيب أو غيب فهل منكم راق؟ يبقى كان العلاج لدغة العقرب بالرقية في زمنهم. راق على وزن قاض كده، يعني ما تثبتش فيها إيه؟ الياء. فهل منكم راق؟ يعني راق يرقيه. فقام معها رجل. الرجل ده اللي هو أبو سعيد الخدري الراوي نفسه، كأنه أبهم نفسه عشان ما يبينش لنفسه فضيلة معينة، أبهم نفسه. فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كانش إيه مشهور برقية ولا حاجة إنه بيعرف يرقي يعني. يبقى نأبنه يعني إيه؟ يعني ننسب إليه أنه راق أو يعرف أو يفهم في الرقى أو له سابقة خبرة يعني في هذا الموضوع. ما كنا نأبنه، نأبنه تنفع الاثنين، نأبنه ونأبن ونأبنه ونأبنه بكسر الباء وضمها برقية. فرقاه فبرأ، فلما رقاه برأ. في روايات انه شرك عليهم لما لقاهم قوم بقى ايه بخلة، قال على اي حال لا ارقيك الا ان تجعل لي جهلا، لما تديني اجره نتفق ارقيك، لانه هو عارف ان هم بخلة، فشرط عليهم فوافق على انه هيديله 30 شاه غنم، 30 غنم، هم كان عددهم 30، عدد السريه كان 30، فقال له هديك انا 30، كل واحد ياخد غنم. كويس؟ يبقى يجوز الإجارة على الرقية بأجر معلوم. كل دي يعني أحكام فقهية تستنبطها من الحديث. فرقاه فبرأ، فأمر له، في رواية فأمر لنا ب30 شاة، يسموها جعل على الرقية، الرقية جعل يعني أجر. وسقانا لبنا، وقدم لهم ضيافتهم بقى لما لقاهم ناس حلوه بركه كده، قدم لهم بقى ايه الضيافه بتاعتهم، لقاهم لهم. فلما رجع قلنا له اكنت تحسن رقيه؟ ما نعرفش عنك الحكايه دي، اكنت تحسن رقيه او كنت ترقي يعني من قبل ذلك؟ قال لا، ما رقيت او ما رقيت الا بام الكتاب، ما رقيت الا بام الكتاب اللي هي الفاتحه. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى ناتي او نسال النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبروا ان لما عرفوا ان هو رقى بالقران والنبي نهى ان ياخذ اجرا بالقران، كافوا ليكون ايه ال 30 شاة دي فيها مشكله، يعني رزق فيه شبهه، فقالوا خلاص لن نحدث شيئا، يعني مش هنستعمل الشاة دي لحد ما نروح للنبي نساله هل تحل لنا ام لا. وده يدل على التحرز وتحري الحلال، التحرز وتحري الحلال.
حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية. عرف منين الشاطر ده يعني؟ كأن النبي أقره وما يدريه أنها رقية. اقسموا واضربوا لي بسهم، إذا كنت يعني شاكين في حلية هذا أنا أكل معك، والنبي لا يأكل إلا من عين الحلال، يبقى ده تطيبا لخاطركم. يعني إيه؟ اقسموا واضربوا لي منها بسهم تطيبا لخاطركم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. جاب الإيه؟ وقال أبو معمر، ده تعليق جابه ليه؟ عشان التصريح بالتحديث من هشام لمحمد بن سيرين ومن محمد بن سيرين لمعبد، لأن في الرواية الأولانية عن وهنا التصريح بالتحديث، فهم؟ لأن التصريح بالتحديث أقوى من العنعنة، فيها ثبات الرؤية واللقاء. وبجاب لك ايه الجزء الاخير ده علشان في الحديث الاولاني قال لك ايه؟ هشام عن محمد عن معبد. شوف العنعنة اهي. جاب التاني هنا بقى بيقول ايه؟ هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد، واخد بالك؟ ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري بهذا. يبقى الاضافة دي اضافة مهمة اللي يفهمها علماء الحديث، انما اللي ما يفهمش علم الحديث يقول طب وايه ليه التكرار ده؟ اشطب يا جرع شيل ده ملهاش لازمه، ويقعد يلخبط المساله لانه مش فاهم. فصحيح البخاري ده لابد ان تقراه على عالم، وليس مسموح لانسان عامي لا يعرف ادوات صنعه الحديث وكتابته ان يهجم عليه ويقرا، والا مش هيفهمه، ولو ما فهموش هيعترض، ولو اعترض هيجيبوه يستضيفوه في الفضائيات ويبقى مشهور على عاده هذا الزمان، زمان الفتنه، إن أي واحد يعترض على ما اتفق عليه الناس يبقى مشهور ونجم من النجوم. فربنا ينجينا. فضل البقرة، يعني فضل سورة البقرة. أبي ذر الهروي يقول باب فضل سورة البقرة. في رواية تانية فضل البقرة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان، سليمان اللي هو إيه؟ سليمان بن مهران اللي هو الأعمش، ساعات يقول الأعمش، ساعات يقول سليمان بس، ساعات يقول سليمان بن مهران، هو واحد. عن سليمان عن إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي. عن عبد الرحمن اللي هو ابن يزيد النخعي. عن أبي موسى أبي مسعود. أبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو البدري من أهل بدر. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ بالآيتين، في رواية قرأ الآيتين بغير الباء في رواية البخاري كده، في رواية البخاري من قرأ بالآيتين. وعن أبي قال حدثنا، في رواية وحدثنا حا في نسخ حا تحول إسناد يعني، أبو نعيم، أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن منصور اللي هو ابن المعتمر عن ابراهيم اللي هو النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابي مسعود اللي هو عقبه بن عمرو البدري. يحفظوا اسماء الناس دي يعني بذكر اسمائهم تتنزل الرحمات، لانهم حملوا لنا انفاس النبي، لولاهم ما كناش قعدنا القعده دي، ولولاهم ما كناش عرفنا النبي قال ايه اصلا صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله عنا خير. ولا يضيق ذرعا بقراءه الاسناد من لا يعرف قدر الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء. يبقى الرواية الأولانية الآيتين بالآيتين، ما قالش آخر سورة البقرة، آيات كتير، لكن الرواية الثانية بينت مكانهم فين، إيه؟ بالآيتين من آخر سورة البقرة، من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ايه؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. النبي كان يقول على الآيتين دول إيه؟ صلاة ودعاء وقرآن، اجتمع فيها الثلاثة، صلاة ودعاء وقرآن. والحمد لله إن هي جعلها إيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، يعني تقولهم صباح مساء، تقولهم بعد صلاة الصبح، وتقولهم بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس. من قرأها في ليلة كفتاه، كفته بإيه؟ من إيه؟ كفته من قيام هذه الليلة؟ ممكن. كفته من كل شر يخشاه؟ ممكن. كفته من الشيطان؟ ممكن. لكن كفتاه، يعني كفتاه ما أهمه مطلقا. كويس؟ وقالوا ان هي تجزئ عن قيام الليل، وعشان كده لو انت قدرت بعد صلاة العشاء بتصلي ركعتين سنة على طول، تجيب فيهم الايتين الاخرين من سورة البقرة، واخد بالك، بعد الفتحة، وبعدين توتر كأنك قمت الليلة كلها، تبقى سهلة يعني. ربنا رحمته بينا واسعة، لأنه يعطي الأجر الكبير على العمل القليل. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ الزكاة، بحفظ زكاة رمضان. زكاة رمضان احنا نسميها زكاة الفطر. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. قبل كده احنا قرينا الحديث ده عدة مرات، اللي هو الشيطان جاء في سورة رجل يأخذ ايه من الزكاة ليلا، وكان يحرسها سيدنا أبو هريرة. يحثو من الطعام يعني يأخذ ايه بيديه، يعني يأخذ بكفيه، يحثو يعني ايه بكفيه، بلغة المصريين يقول لك بيكبش. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية وكلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. والطعام ده كان تمر، فأخذته قبض عليه. سيدنا ابو هريرة ايه قبض علي، أخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث. فقص الحديث، الحديث بقى طويل، لأنه قال له أنا راجل ضعيف وغلبان ولي عيال وسامحني ومش حاجة تاني، فاهم؟ فسامح ويمشي. تاني يوم راح للنبي حكى له، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: ما فعل إيه ضيفك الليلة الماضية؟ قال: يا رسول الله رجل فقير وعذرته لأنه له عيال، وقال انه لا ياتي بعد. قال صل ايه كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. فالنبي لما قال له سيعود عرف انه حييجي، فقعد له بقى لا داخل. فراح قابض عليه تاني، قال له: انا فقير ولي عيال وارحمني. راح تاني، وبعدين راح للنبي حكى له تاني يوم، قال له: كذبك وسيعود. تالت ليله بقى مسكه بقى مش عايز يسيبه، فقال له ايه بقى؟ فقال: اذا اويت الى فراشك. اللي قال له كده مين؟ الاتي، الشيطان اللي جاي في سورة رجل، شيطان جاء في سورة رجل. فقال: اذا اويت الى فراشك، شفت بقى الشيطان لما ينصح بقى، ناخد بالك ازاي؟ يبقى الحديث ده من نوادر السنة، وهو حديث يرويه ابو هريرة عن الشيطان ويصدقه النبي. دي من ايه؟ تبقى دي من نوادر السنه. ممكن تعملها فزوره في رمضان، تقول له: هات لي حديث رواه النبي عن شيطان، او رواه ابو هريره عن شيطان. تملي ابو هريره يقول لك: قال رسول الله. هنا ابو هريره هيقول: قال الشيطان. ها هو الشيطان اللي قال له كده، فده من نوادر السنه يعني. فقال: اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي، لن يزال، في روايه لم يزل، معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يبقى علمه هنا ذكر من اذكار النوم،
الشيطان بيعلم اذكار النوم، لان انت اصلا خايف من الشيطان يتلاعب بك في منامك، مش كده برضو؟ فانت عايز حاجة تحفظك من الشيطان، فهو عارف الحاجات اللي هي مضادة للشياطين. ما هو الشيطان بقى عارف، الشيطان عارف الاسلحة المضادة للشياطين، فراح قال له ايه؟ قال له عليك بقية الكرسي اقراها ربنا يحفظك، لا اعرف انا اجيلك ولا غيري يجيلك من الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وده برضو من بلاغة النبي، لانه اصلا كذوب ونادرا ما يصدق، بس المرة دي صدق. آية الكرسي فيها حافظ صدقك، وهو لأن لو قال صدقك فيها نوع من المدح، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سنة وهو كذوب عشان يبين ان حقيقته كذاب على طول، وجابها بصيغة المبالغة، كذوب مش قال كاذب، قال كذوب، ودي من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ايه؟ ذاك شيطان، ذاك شيطان، وفي رواية ذاك شيطانك. يبقى احنا اتعلمنا من الحكاية دي آية الكرسي فيها حفظ، ان الانسان لو بيتلاعب به الشيطان ويجيله كوابيس كتيرة في نومه يقرأ آية الكرسي وينام ان شاء الله، يعني ايه؟ يزول ما به. باب فضل الكهف، او سورة الكهف يعني، باب فضل أبي الوقت يقول باب فضل سورة الكهف. وعنه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق. زهير بن فراء بيروي عن أبي إسحاق اللي هو عمرو السبيعي، قال أبو إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن البراء في روايات البخاري الأصيلي عن البراء بن عازب، وفي رواية البخاري عن البراء بس اللي هو الصحابي رضي الله عنه، أنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، يعني حبلين، يعني الشطن اللي هو الحبل الجلد. العادة أن الحصان بيتربط بشطن واحد، يبدو أن ده حصان يعني شقي شوي عنيف الحركة يعني، فكان ربطه بشطنين. والرجل المبهم هنا اللي بيقرأ سورة الكهف هو أسيد بن حضير، أسيد بن حضير قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان، والحصان يطلق على الفحل من الخيل، الخيل لما يبقى فحل يعني ذكر وقوي يقول عليه حصان، مربوط بشطنين يعني لشدة صعوبته، فتغشته سحابة، وهو بيقرأ بقى سورة الكهف نزلت سحابة اللي هي السكينة جعلها الله مرئية، يبقى الصحابة كان ربنا بيديهم أهل كشف أهو، لأن السكينة لا ترى بالعين الإنسانية المباشرة إلا أن يكون كرامة، لأن السكينة جنس من الملائكة تتنزل لقراءة القرآن، كويس؟ فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. الفرس لما لقى السكينة نزلت وانكشف أنوارها ابتدى الفرس إيه؟ يتحرك ينفر وهو في الشطنين. فلما أصبح طبعا ايه سيدنا أسيد بن حضير خاف، ابنه كان نايم جنب الفرس فخاف لحسن الفرس يعور الابن، فقطع القراءه، فارتفعت السكينه اللي هي السحابه المنيره دي اللي نزلت ايه وهدأ الفرس، وراح للنبي يسأله في الصباح صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال تلك السكينه تنزلت، في روايات تتنزل بالقرآن. الرواية دي كان بيقرأ الكهف، في روايات تانية كان بيقرأ البقرة، يبقى تعددت الحادثة معه، يعني في روايات ان أسيد بن حضير كان يقرأ سورة البقرة فتنزلت السكينة برضه، وفي روايات تانية يقرأ الكهف برضه نزل، يبقى تعدد. وحصل تاني برضه مع قيس بن شماس الصحابي وهو بيقرأ سورة البقرة نزلت السكينة عليه،
في سورة ايه؟ انوار نازلة من السماء، مصابيح نازلة من السماء. يبقى الحاجات دي حصلت للصحابة ونوع من الكشف ليثبت الله قلوبهم ويبين لهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا بعدما اعتقدوه بقلوبهم. باب فضل سورة الفتح. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي مالك اللي هو إمام أهل المدينة، مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور، عن زيد بن أسلم عن أبي أسلم مولى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في بعض أسفاره اللي هو الحديبية، اللي هو راجع من الحديبية بعد صلح الحديبية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. رواية الطبراني مبيناها أنها في الحديبية، رواية الطبراني، عشان كده مهم أنك أنت تقرأ الروايات كلها، عشان المبهم في رواية تلاقيه مذكور ومحدد في رواية أخرى. وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، كان سيدنا عمر ماشي مع سيدنا رسول الله وهم راجعين في هذه السفرة في الليل، فسأله عمر عن شيء، سيدنا عمر سأل النبي وهم ماشيين عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، بتكرير السؤال 3 مرات ظنا منه ان سيدنا رسول الله ما سمعوش. فقال عمر لنفسه: ثكلتك امك، نذرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 3 مرات، نذرت يعني الححت في السؤال، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. يعني اعتبر نفسه انه اثقل على النبي، طالما سالته مره وما جاوبش سيبه، يمكن مشغول بيصلي سيبه بقى. هو لام نفسه، قال ايه؟ تاكلتك امك، يعني بيدعي على نفسه، نذرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني بالغت والححت في السؤال 3 مرات، كل ذلك لا يجيبه. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت امام الناس وخشيت ان ينزل في قران. خاف لحسن ينزل قران يلومه، يعني ينزل قران ولا تلح على رسول الله ولا تكثر السؤال عليه، تبقى فضيحه. فهمت ازاي؟ خايف ايه تنزل حاجه زي كده فيها. فما نشبت أن سمعت صارخا، فما نشبت يعني فما لبثت، يبقى نشب يعني لبث، فما نشبت فما لبثت أن سمعت صارخا يصرخ بي، يعني واحد بينادي علي، فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. هو سمع واحد بينادي، فين عمر؟ قال آه يبقى نزل في قرآن. فهمت؟ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد انزلت علي الليله سوره لهي احب الي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرا: انا فتحنا لك فتحا مبينا. يبقى سوره الفتح دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هي خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الاكوان يعني وما فيها. باب فضل قل هو الله احد. فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه هنا جايب بقى ايه يعني في هذه الفضيلة حديث اللي روته عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروش لانه ذكروا قبل كده، اللي هو كان رجل في سرية كان يؤم الناس وكان يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يختم كل فتحة وسورة في كل ركعة بكل والله واحد، وقريناها قبل كده، واخد بالك؟ فاصحابه قالوا له ايه حكايه بقى كل والله واحد في كل ركعه دي؟ يا تقولها وتكتفي يا تسيبها، ما انت قاريه القران خلاص، لان النبي ما كانش بيعمل كده. فهمت؟ فاعترضوا عليه، قال لهم لا اتركها، لو عايزين حد يصلي بيكم غيري
ان اختار واحد، لكن انا لا اترك، انا دي صلاه، عجبكم عجبكم مش عجبكم حد غيري امكم. كويس؟ فصبروا عليه، قالوا امرنا لله، لانه كان الامير بتاعهم، لحد ما راحوا ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك. فلما النبي ساله قال اني احبها. كويس؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال لقد غفر الله لك وادخلك الجنه بحبك اياها. وفي روايات تانية تعدل بقى ثلث القرآن. كويس؟ فكل واحد دي سورة لها فضائل كثيرة معروفة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. أن رجلا سمع رجلا، أن رجلا اللي هو أبي سعيد الخدري سمع رجلا أخو لأمه قتادة إيه ابن النعمان، أخو سيدنا أبي سعيد لأمه قتادة ابن النعمان اللي هو صاحب هذه القصة اللي هو إيه نزلت عينه على خده في وقعة أحد، وكان لسه عريس جديد في شهر العسل في اول زواجه، فقال النبي وهي في ايده، فالنبي قال اصبر ولك الجنه. قال تعيرني النساء، انا لسه عريس جديد اروح لها اعور؟ فهم؟ تعيرني النساء يا رسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذها من يدي وردها وتفل فيها فكانت احسن عينيه، وفضلت احسن عينيه الى ان ايه استشهد في خلافه سيدنا عمر، يعني عاش مده طويله. فقتادة ايه ابن النعمان هو صاحب واقعة ايه العين التي ردها النبي له. ودي وقع مع النبي برضو، انه مرة صلى العشاء مع النبي في ليلة شديدة الظلمة، وكان النبي اخرها وكان بيته بعيد، فالنبي اداله عرجون من النخل وقال له يضيء لك حتى بيتك، فمسك ايه عرجون النخل فاضاء له حتى وصل الى بيت سيدنا النعمان ابن ايه سيدنا قتادة بن النعمان صلى الله عليه واله وسلم. مات سنة 23 هجري، وصلى عليه سيدنا عمر الجنازة ودفن بالبقية سيدنا قتادة بن النعمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهايتنا بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا، يبقى عرفت أن رجلا اللي هو أبي سعيد سمع رجلا اللي هو قتادة بن النعمان اللي هو أخوه لأمه. كان الظاهر جيران بعض ساكنين جنب بعض، فكان بيقرا بالليل فسمع قرايته، لان كانت البيوت ايه جنب بعضها. يقرا قل هو الله احد يرددها، لقاه قاعد بيصلي طول الليل يقرا الفتح قل هو الله احد والله اكبر، ويجي الركعه الثانيه الفتح قل هو الله احد والله اكبر، طول الليل كده ما قراش غيرها، وصلى ركعات قيام الليل كلها بالطريقه دي. حاجه غريبه، قران كتير يعني. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم ايه بيقول له، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، كأن سيدنا أبي سعيد يعني بإيه شايفها أنها يعني قصيرة، صورة قصيرة، كان عنده صور كتيرة، وقتادة ده حافظ كتير يا رسول الله، ده أخويا لأمي وأنا عارفه، إنما طول الليل كده الفاتحة كلها لواحد بس، مفيش غيرها من القرآن، كأنه بيتقالها يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لا تعدل ثلث القران، في الاجر يعني تعدل ايه ثلث القران. وزاد ابو معمر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك بن انس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع عن ابي عن ابي سعيد الخدري قال اخبرني اخي قتادة بن النعمان. شوف الرواية التانية بقى طلعت ايه، بينت لك المبهم فوق، اخي اخوه لامه. الاخوة في علم المواريث ثلاث انواع، اخوة اشقاء لاب وام يسموهم اخوة اعيان، واخوة لام يسموهم اخوة ايه اخياف، تبقى الام واحدة والاباء متعددين يسموهم اخوة اخياف،
والإخوة لأب، يعني الأمهات متعددة والأب واحد، يسموهم إخوة علات. يبقى عندنا إخوة أعيان وأخياف وعلات، ثلاث أنواع من الإيه؟ من الأخوة. فهنا بيقول إيه؟ أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليه، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أتى رجل أخوه أبي سعيد. وعنه به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ في رواية في ليلته. فشق ذلك عليه وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. يبقى دي ايه؟ اسمها ايه؟ قراءة تفسيرية، مش قراءة قرآنية، قراءة تفسيرية يعني بالمعنى، يعني الله الواحد الصمد. وخد بالك ان الصمد لم يذكر الا في سورة ايه؟ الاخلاص، عشان كده الناس يسموها الصمدية، يعني الناس من ضمن اسماء الصمدية، لان الصمد لم يذكر الا في هذه السورة. روايات، في روايات في الفضائل السور الأخيرة رواها الإمام الترمذي، منها إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل إيه؟ نصف القرآن. إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل إيه؟ نصف القرآن. وقل هو الله أحد ثلث القرآن. وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن. دي رواية وردها الإمام الترمذي في فضائل السور. قال الفرابري، مين الفرابري؟ اللي هو محمد الفرابري أبو عبد الله محمد بن يوسف الفرابري، راوي صحيح البخاري عن الإمام البخاري نفسه. قال الفرابري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراق أبي عبد الله، والراق أبي عبد الله اللي هو إيه؟ البخاري بقى، محمد بن إسماعيل. والراق يعني الذي يكتب له، الوراق هو الذي يكتب له ويأتي له بالورق ويكتب له. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري عن إبراهيم اللي هو النخعي وعن الضحاك المشرقي مسند. مسند يعني إيه؟ يعني مسند إلى النبي وفي ظاهره الإرسال، لأنه ذكره قبل كده إيه؟ موصول الإسناد. باب فضل المعوذات. والمعوذات بتطلق على ايه؟ على قل هو الله احد والمعوذتين، اسمهم المعوذات كلهم. كويس؟ وكلمة مرسل دي يعني ايه؟ يقصد الإمام البخاري هنا منقطع، يعني من رواية التابعي. فكانوا في الأول، في الجيل الأول من المحدثين قبل ما يثبت علم الحديث، كان يطلقوا على اي روايه فيها نوع انقطاع يسموها مرسل. ثم استقر الامر بعد ذلك ان المرسل الذي سقط فيه الصحابي. كويس؟ وان ما كان من روايه التابعي يسمى منقطع. واخد بالك؟ او يسمى مقطوع، يعني لما يسقط فيها صحابي او اثنين في اكثر من روايه يسموها منقطع، وروايه التابعي يسموها مقطوع، وروايه الصحابي يسموها موقوف، رواية الرسول يسموها مرفوع. كل دي بعد كده مصطلحات حديثة، لكن أيام الإمام البخاري لم إيه؟ لم تثبت المصطلحات بعد، فكانوا يطلقوا على كل الأنواع دي مرسل. كل الأنواع دي يطلقوا عليها إيه؟ مرسل. كلمة جامعة كده للمنقطع وللموقوف والذي سقط فيه الصحابي وغير ذلك. باب فضل المعوذات. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات. اذا اشتكى يعني مرض،
يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. ينفث يعني يخرج بعض من ريقه مع هواء من فمه، ويقرأ المعوذات ويمسح جسده بها صلى الله عليه وسلم حال مرضه. وكان قبل النوم يفعل ذلك احيانا صلى الله عليه وسلم ايضا، فهي من اذكار النوم ايضا. فلما اشتد وجعه، يعني في مرض الذي توفي فيه اشتد وجعه، كنت اقرأ عليه وامسح بيده رجاء بركتها. فكانت ستنا عائشة هي اللي تقوم بالقراءة وتاخد ايد النبي تمسح بيها جسد برجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل ابن فضالة، ده كان قاضي مصر. المفضل ابن فضالة ده كان قاضي مصر. عن عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب اللي هو الامام الزهري محمد بن مسلم الزهري، عن عروة اللي هو ابن الزبير، عن عائشة اللي خالته ام المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، يعني للنوم، كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. هل النفس يكون قبل القراءة ولا يكون بعد القراءة؟ في روايات تدل على أنه كان قبل القراءة، وروايات تدل على أنه بعد القراءة، واستحبه مشايخنا أن يكون بعد القراءة حتى يخرج الريق الذي قرأت به القرآن مع نفسك، فتتبرك بهذا الريق الذي اختلط بحركة لسانك بقراءة القرآن. يعني معروف أن حركة اللسان يتولد منها ريق، فهذا الريق تولد من حركة مباركة وهي قراءة القرآن. فلما تنفث بعد القراءة على اختيار مشايخنا، وإن كانت وردت الروايات تدل على أنه يجوز أن ينفث قبلها أو بعد القراءة ثم يمسح، كل ده جائز يعني. كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في رواية يقول لك بالبسملة، الرواية هنا فيها نوع من الاختصار، يعني هتقرأهم بالبسملة. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعني كده يبدأ على وجهه ورأسه وما أقبل من جسده. هذه طريقة المسح. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما يعني يبدأ بيديه يعني بالمسح بيديه على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. يبقى الأفضل أنك أنت تقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وتمسح. وأنت تقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وتمسح. والثالثة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ وتمسح. ووردت روايات أنك تقول قل هو الله أحد ثلاثة وتمسح، قل أعوذ برب الفلق ثلاثة وتمسح، قل أعوذ برب الناس ثلاثة وتمسح. كل ده جائز وفعله النبي والأمر واسع. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير اللي لسه قريناه في سورة الكهف. أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، هنا بقى سورة البقرة وهناك سورة الكهف، يبقى تعددت الواقعة، وفرسه مربوط، رواية الأصيل مربوطة، وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، جالت الفرس يعني اضطربت، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف، فبطل قراية بقى، لما لقى كل ما بيقرأ الفرس بتيجي،
يجي يسكت الفرس تهنى. عمل كده 3 مرات، لقى الحكاية كده بقى ايه، انهى القراءة وخلص الركعة بتاعته. فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فاشفق ان تصيبه، فلما اجتره، اجتره يعني جره بعيد عن الفرس، فلما اجتره يعني جر ابنه بعيد عن الفرس، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني كأن السماء اتغطت كده بإيه؟ بغشية من السحاب، كأنه مش شايف السماء. رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله. يعني اقرأ يا ابن حضير، يعني استمر يا ابن حضير، كنت يعني كان النبي يقول له كنت استمريت في القراءة يا ابن حضير، ليه قطعت؟ قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، يعني أشفقت أن الفرس تطأ يحيى ابنه وكان قريبا منها لأنها كانت بتجول بتتحرك. فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة، يعني مثل السحابة، فيها أمثال المصابيح، يعني فيها إيه؟ أمثال المصابيح إضاءة. فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يعني لو قرأت، يعني استمريت في القراءة، لا أصبحت، يعني هذه الملائكة السكينة، يعني ينظر الناس إليها لا تتوارى، يعني لا تستتر عنهم، لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه. والنبي بيقول ايه؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه. هي بتنزل بس انت ما تشوفهاش، والحمد لله لانك لو شفتها على فكره مش هتعرف تقرا، هتلخبط وهتقطع القرايه زي ما قطع سيدنا حضير. يبقى من رحمه ربنا ان هو يخبئ عنا هذه الامور الغيبيه حتى نستمر في العباده، فنستمر في الترقي، لان لما كشفها له اهو قطع قرايته وقطع صلاته. يبقى لا تتمنى الكشف لانه ينبني عليه قطع العباده، فاهم؟ مش تقول ايه جاتنا نيله في حظنا، احنا بنقرا ما بنشوفش حاجه. ما انت لو شفت هتقطع القرايه هتتجنن ان شاء الله، حاجه من الاثنين، فهينقطع عملك. وانت ايه؟ الانسان يعني يتمنى ان عمله يستمر، لان النبي كان عمله ديمه، فاهم؟ سيدنا الامام عبد الوهاب الشعراني حكى عن نفسه في احدى كتبه ان ربنا كشف له وهو في سجدة الثانية من صلاة الصبح تسبيح الجدران والحصى والحصير، وهو في المسجد بقى ساجد والناس كلها ساجدة سامع عمود المسجد بيسبح والحصى بتسبح والحصيرة اللي بيسجد عليها بتسبح تسبيح شديد، لدرجة انه يقول لك ايه: مرضت فيها شهرا يعودني الناس. يعني الناس رفعوا وخلصوا الصلاة وقعدوا، وده اللي في الساجد شالوه عيان مريض ما عرفش يكمل صلاة، ومرض فيها شهرا يعوده الناس. ما تحملش ايه الضوضاء، ان يسمع تسبيح الاكوان كلها في وقت واحد، ما يتحملهاش الانسان. فلا تتمنى الكشف، فهمت ازاي؟ ده الستر نعمة، الستر نعمة، نعمة ليه؟ لأنك هتستمر في العبادة. أو لما ربنا كشفها لسيدنا أسيد بن حضير عمل إيه؟ قطع القراءة، ما قدرش يستمر، ودول كمان كان النبي مثبتهم، فما بالك أنت دلوقتي قاعد لوحدك. إن شاء الله هتقضي بقية عمرك في صلاة المجانين إن شاء الله، فهمت إزاي؟ فمفيش داعي إنك أنت تتمنى ما لا تطيقه، يعني
لان في ناس كتير عايزه تدور على الحاجات دي، عايز يبقى حاوي كده، ومتصور ان الوالي ده لازم يبقى حاوي، يعني يجي يقرا القران يلاقوا الانوار طالعه من بقه، ويجي مش عارف يعمل ايه يلاقوا ايه، يحط ايده كده في الهواء يلاقوا اللي هو عايزه، يعني عايزين والي حاوي، واخد بالك، زي ساحر يجي كده في التلفزيونات وبتاع ويعملوا له برامج. المساله مش كده، المساله الايمان بالغيب ده عباده كبيره، واخد بالك، اولا تعينك على الاستمرار، وتعينك على الترقي، وتعينك على ان يرفع ربنا مقامك اعلى عليين، فالحمد لله على نعمه الستر. الحمد لله. فهم؟ باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين، يعني لم يترك النبي مكتوب بامر النبي كتابه الا القران اللي هو ما بين الدفتين. يعني كان النبي في حال حياته يامر بكتابه القران وضبط حروفه ووضعه ايه وحفظه عند امهات المؤمنين وعند بيوت ايه كتاب القران اللي هي جمعهم بعد كده سيدنا ابي بكر، جمع كل ما كتب في عصر النبي. اما سنه النبي فكانت محفوظه في الصدور، وكان قليل من الصحابه اللي بيكتب، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب احيانا، جابر بن عبد الله كان يكتب احيانا، لكنه بطرق غير منتظمه وغير مستمره. كويس، لكن اللي كان مكتوب بالفعل هو القران، والباقي محفوظ في السطور في الصدور. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان. قتيبة بن سعيد اللي هو ابو رجاء، كنيته ابو رجاء، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه، واحنا نقول رضي الله عنهما طالما في صحابي ابن صحابي نقول رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شيء، يعني سوى القرآن يعني، قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية اللي هو ابن سيدنا علي من زوجته من بني حنيف، فكانوا ينسبوه لإيه لأمه تمييزا بينه وبين سيدنا علي سيدنا الحسن والحسين لأنه أخوهم لأبيهم. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية اللي هو ابن رفيع هو اللي بيقول إيه، دخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. ليه بقى راح لابن عباس ولمحمد بن الحنفية؟ لأن لقوا إن آل البيت عندهم علوم بيقولوها دقيقة ومستنبطة من القرآن لم يسمعوها من النبي، فالناس افتكرت إن إيه إن رسول الله خص آل بيته بحاجة تانية غير القرآن، هم بيقولوها يبهروا الناس بيها علوم تانية، فاهم؟ خصوصا سيدنا علي ده كان علومه باهرة، وكان الوحيد اللي يقف على المنبر يقول للناس سألوني، لدرجة ان سألوا سيدنا علي هل خصكم الله بشيء دون الأمة؟ قال لا والله إلا القرآن وما في هذه الصحيفة وفهم يؤتيه الله لرجل منا. يبقى اللي خصنا فهم دقيق، عمق بصيرة وفهم في كلام الله عز وجل، وهذه الصحيفة كان فيها العقل، كان كاتبها لما بعتوا قاضي في اليمن عشان اللي يتقطع صباعه يدفع كذا، واللي يقطع ايد يدفع كذا، واللي ياخذ عين يعمل كذا، واللي يقتل انسان يعمل كذا، واللي يبضح واحد مضحى يدفع كذا، اللي هي فيها العقل والديات. كان النبي ملها له وكتبها علشان لما يروح اليمن قاضي يحكم فيها بالديات والارش. دي الصحيفه كان حاططها في قرابي جايه سيفي رضي الله عنه وارضاه. ونقف على باب فضل القران على سائر الكلام يوم السبت القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.